زويد تلياو الله معكم. بخبر أحد الصحفيين أنه ظهر بيت من بيوت الأم القديسة تريزا دي كالكوتا، وكانت رسالة الراهبات بالبيت يعتنيوا بالأشخاص المصابين بمرض البرص. سمع حديث بين راهبة ورجال ختيار، كانت عم بتنظف له جروحاته بكل لطف ورقة وحنان، بتسأله بتآمن بالله؟ اطلع فيها بعيونه يلي عم بيعانوا من الألم والوجع وبيقلها، قبل ما جيت على هالبيت ما كنت آمن، بس لما التقيت فيكن شفت فيكن صورة يسوع المتألم، وفرجيتوني صورة يسوع الشاب يلي بيعطف على المرضى، بيضمد جروحاتن وبيشفي ألامن النفسية، ومن هيك اللحظة صرت آمن بالله. زوادي بتقلي وبتقلك، بسنة الشهادة والاستشهاد مطلوب مني ومنك نكون شهود ليسوع، نداوي المريض، نزور السجين، نكسل عريان، وهيك منكون عم نعمل أعمال رحمة وعم نشهد لمحبة الله. والله معكم. زوادة اليوم ثلاث دقايق يومية الصبح وعشية. زوادة اليوم من صوت المحبة.